يا أهل الخير، يا محبين فعل الخير، شغل عقلك معي ثواني محدودة، بس ثواني تكفى، فتح قلبك معي ثواني، تقدر والله أنك تقدر، قسم بالله أنك تقدر، والله أن العبرة خنقتني وإن خاطري كان ضيق وين شرح، والله أنت الكلمات تلخبطت، اليتيم اللي كان يتيم، فاقد أمه، فاقد أبوه، كانت ثيابه متشققة، من أغنى تجار القرية، كله بفضل الله ثم فضلك أنت، أنت اللي تصدقت، أنت الآن، كنت قبل عطيت ريال، ما توقعت، شفت ريالك اللي عطيته شفت إيش سوى، شفت إيش سوى باليتيم، زوجه، خلاه من أغنى ما خلق ربي، تاجر، تزوج، جاه عيال، يا قلبي، اسمعني تكفى. شغل مشاعرك مشاعر قلبك معي قسما بالله لو تاخذ لو اخذ منك ثواني والله انك ما انت بخسران ولا انا خسران بالعكس خلنا نترك الدنيا ولذاتها على جنب لذات الدنيا خلها على جنب عزيز المشاهد انت الان تاخذ من مال الدنيا ريال ريال تحطه للاخره شفت حال اليتيم اللي شكى حاله تو تطورت للافضل بسبه صدقه أنت الآن معك ريال شوف لك أي جمعية تطبيق الراجحي جمعيات خيرية تحويل جمعيات خيرية ادخل على العرض تصدق بما تجود به نفسك شغل عقلك التجارة ولذات الدنيا تراها مؤقتة الله وبالله وتالله أنها مؤقتة لكن لذات الآخرة جنة يا أخي تخيل معي أنت الآن أنا هنا تخيل أني تصدقت وكفلت يتيم الرسول جنبي الرسول معي في الجنة الرسول اللي كل اللي يتمنى يشوفه كل اللي يتمنى يوقف جنبه والله وبالله وتالله انك انت الكسبان انصحك نصيحة من اخو من قلبي لقلبك صدق 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 وبادر قبل ان تبادر هذا اللي ودي اقوله وترى بادر والله العظيم ان اللي ينصح إنك مثل اللي يسوي أنت انشر ترى كأنك تصدق مجرد ما تنشر ترى هذا يصدق هذا الكلام اللي في خاطري وكلام في خاطري كثير تلخبطت المشاعر ولا أقدر أعبر أكثر من كذا شكرا لك سلام عليكم.